ما بطلع اغراض بيتنا وشوفها، ما لقيت شيء، كله محروق ودايب، البراد، الغسالة، ثيابنا، كل شيء حرقوا، ما بدنا ننام. سلمونا على طرحتين متكفي عليه ما بتكفي عليه. بنوب بدنا ترجع تعمر بيوتنا من جديد وننام فيها. احنا راحت لنا تلفزيونات، برادات، غسالات، وراحوا ثيابنا، راحوا كل شيء، حتى مصاري راح منا والله. راح لنا كل شيء، ما ضل عندنا شيء الله وكيل. قاعدين بالشارع، أكثر من هيك يعني؟ كله دمر، شوفت عينك يعني الواقع هذا هو قدامك. مخيم دمار. بدنا غسالة، بدنا جرة غاز، بدنا ألبسة للأولاد. كل هالشيء دمار يعني. ونحن هلا بالشوارع. يعني بالشارع، هلا مصفين بالشارع، ليك هذا الطفل يعني بالشارع. صار لنا 3 أيام اليوم لا أمام إجت ولا جلسوا المخيم ولا زبطوا ولا إشي، وإجت جمعيات شيء لا يذكر، سفنجتين وعلى 10 أولاد عندك شو بدهم يعملوا؟ ما راح يعملوا أي شيء، عرفت؟ نطالب إنه الأمم تجي تزبط المخيم بأقرب وقت ممكن يعني. الوضع لأنه مكركب كتير، ماكو إنه شخص وشخصين، في عائلات، في 100 عيلة يعني، وهذا اللي بدنا إياه يعني.